نعم حقيقة احنا عاملين في وزارة الكهرباء المعينين في سنة 2019 على قرار 315. أنا أيضا حقوقي عامل في وزارة الكهرباء في أحد محطات كهرباء الجنوب. اللي ظلم أحد الظلم اللي وقع علينا مؤخرا اللي هو قضية التنسيب الإجباري إلى مجلس القضاء الأعلى. نعم مجلس القضاء الأعلى طلب حسب كتاب أنه اللي يرغب بالتنسيب يقدم طلب خطي، وعلى ضوء الطلب ترفع اسمه إلى مجلس القضاء الأعلى. زين، يعني احنا تفاجئنا انه اسماءنا موجوده بدون علمنا وبدون تقديم اي طلب خطي. يعني انتم مقدمين يوم طلب خطي بالنقل الى مجلس القضاء. لا، دون علمنا ودون موافقتنا، واي طلب ماكو. زين، يعني رفعت مو الاسماء، ايش قد عدد رفعت الاسماء الاسماء اللي بدون رفعت؟ يعني خصوصا لمحطه شط البصره 83 اسم، زين وبعموم البصره 126. الكتاب هو طالب للشركه، يعني للبصره طالب، من عموم البصره مجلس القضاء 100 متسم. نعم يعني اللي نسبهم هم 126 فقط من الانتاج، يعني النقل والتوزيع ما نسبوا اي شخص الا بناء على رغبته، ثلاثه اربعه ثمانيه اعداد قليله، لكن في الانتاج خصوصا بشركه الانتاج تم تنسيب بشكل عشوائي. فلذلك احنا اضطرينا انه نقدم تظلمات قانونيه، بمعنى ناس قانونيين، نعم وخرجنا ايضا بمظاهره ومطالبات احتجاجيه يوم امس. واحنا اليوم في شهر رمضان، هذا شهر كريم وناس صيام وتعبانين، مع ذلك نشوف حقوقنا مهمشة ونضطر انه نخرج للمظاهرات ونقدم طلبات ونلتجئ للمحاكم، لكن دون يعني تنفيذ هاي المطالب. زين، بعد ما يعني قدمتوا التظلمات القانونية، شنو الإجراءات اللي اتخذت؟ يعني وعدونا انه راح يحيلونها الى وزارة الكهرباء نعم ويصير تريث بهذا الموضوع، وان شاء الله احنا نتأمل منهم خير انه يلغون هذا التنسيب، لانه تنسيب مخالف للقوانين والاجراءات والكتب والإعمامات الصادرة بهذا الموضوع، لأنه الكتب تؤكد على أنه التنسيب يكون اختياري. يعني أنا اليوم منتج بالوزارة ورجل قانوني وأعمل لجان تحقيقية، توقيع عقود، دعاوي، أي أمور، أنا قاعد الدائرة مستفادة من خدماتي، ليش تنقلني إلى دائرة أخرى رغما عني؟ وأنا راتبي راح يستمر من الكهرباء، يعني أنت تعطيني راتب وتقدم خدمات إلى جهة أخرى؟ هذا إجحاف، إحنا أبناء الوزارة المفروض تستفاد من خدماتنا، عندنا مسؤوليات في أقسامنا وشعبنا. اريد تعاون بيننا وبين الوزاره على مود نقدم خدمه وانتاجيه، لان احنا مقبلين على فصل الصيف لاهب، وخصوصا في محافظه البصره. نتمنى التعاون، نتمنى تنحل هاي القضايا.